أبنائنا طلاب كلية تقنيات الطاقة بشقرة قسم الطاقة المتجددة، والمسجلين في مادة طاقة المد والجذر أو الطاقة المائية. ديت بداية المحاضرة الرابعة بتاعتنا، فأهلا وسهلا بكم. الشريحة دي بتتكلم على نوع آخر من محطات المد والجذر. هنكون اتكلمنا على نوعين سابقين. النوع دوت هو بيتكلم على محطات طافية في المية مش في خليج. لو انا ما عنديش خليج مناسب ان انا استعمله في انتاج الطاقة الكهربائية بواسطة طاقة المد والجذر، ومش عايز اعمل حاجز عشان الحاجز ده مكلف. زي ما انت شفت قبل كده في الشرائح اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، كان الحاجز ده عبارة عن جسم كبير وفيه منشآت من جوه وفيها ادوات والات، وده بيكلف. ومش عايز اعمل احواض واستعمل جزء من التيار الكهربائي في نقل المياه من الحوض الاول للحوض الثاني، واستعمله هو كتدفق المياه من الحوض الى حوض اخر في توليد الكهرباء. ممكن لو عندي مكان مناسب فيه تيارات مائية سريعة في لما بيحصل مد وجذر، ممكن احط فيها محطات مياه اللي بتسمى محطات طافية. لكن في عندها مشكلة ان هي الاسماك والحشائش البحرية. الحشائش البحرية ممكن تلتف حوالين المروحة او التوربين، فبالتالي بتقلل من حركة التوربين نفسه، بالتالي كمية الطاقة المستخرجة من هذا التوربين بتكون اقل. ايضا ممكن نفس الشيء يتم بواسطة الاسماك، سواء اسماك صغيرة او كبيرة. لكن الاسماك الصغيرة او الكبيرة لو برضو دخلت في المراوح الفرارات بتاعة التوربين فبتقلل من كفاءته. ومع ذلك سواء الاسماك او الحشائش البحرية فهي تعتبر مشاكل ثانوية مقارنة بعدم انشاء سد او حاجز. يعني ديت ممكن تتحل، ممكن صيانة دورية عليها بالتنظيف دوري ممكن اتخلص من القصة دي، فبالتالي بيكون ده شيء ثانوي. المشاكل دي مشاكل ثانوية. طبعا لو قارنا بين التقنيات المختلفة، فان الدورات الغاطسة اللي هي التوربينات اللي بتشتغل بطاقة المد والجذر وبالتالي المراوح بتاعتها بتكون بتعمل بسرعة اقل من سرعة عمل التوربين الريحي اللي هي التوربين اللي بيستعمل طاقة الرياح. ده لأن كثافة المائع المستعمل اللي هو المية، كثافة المية أكتر بكتير من كثافة الهواء، وبالتالي حركة المية في تحريك المية للمراوح للتوربينات بتكون أقل وأضعف بكتير من تحريك المراوح الهوائية اللي بتعمل بالهواء. وبالتالي بتكون الطاقة المستعملة أو المستخلصة من مراوح الريح أو توربينات الريح أكتر بكتير من الطاقة المستخلصة من توربينات اللي بتعمل بواسطة طاقة الماء. هنا الإمكانيات العالمية، إمكانيات استغلال الطاقة المائية، طاقة المد والجذر، مش الطاقة المائية بصفة عامة، نتكلم عن طاقة المد والجذر. بتعتمد في دول كتيرة تعتمد على وجود الخلجان زي ما اتفقنا او انشاء السدود، لكن احنا بنتكلم على الخلجان الموجودة، لان السد ده انت ممكن تعمله في اي مكان، يعني في اي موقع فيه مية على السواحل ممكن تستعمل تبني السدود والحوائط ديت وتبدأ تستخدمها. لكن احنا بنتكلم على الاماكن الدول اللي فيها خلجان مناسبة عبارة عن يحط التوربينات فيها. في دول كثيرة زي روسيا وكندا وأمريكا والأرجنتين وكوريا وأستراليا وفرنسا والصين والهند، الطاقة اللي ممكن أستعملها الدول دي تستخرجها من طاقة المد والجذر تصل إلى 300 تيراوات في الساعة في السنة. يعني كل سنة في كل ساعة ممكن أستخرج، لو أنا استعملت أو استغليت كل الأماكن اللي موجودة في الدول دي أستخدم وأستخرج 300 تيراوات، ودي كمية كبيرة جدا. نيجي للشريحة ديت بتتكلم على الطاقة المستخلصة نظريا وعمليا من طاقة المد والجذر، الطاقة الكهربائية المستخلصة من المد والجذر. فالجزء الأول من الشريحة بتتكلم على نظريا. الطاقة الرئيسية التي يمكن توليدها تعتمد على مواقع قليلة ذات سدود أو حواجز ضخمة، ولكن هناك مواقع أخرى مؤهلة لوحدات صغيرة ومتوسطة.
والمواقع الرئيسية الحالية التي يمكن من خلالها توليد طاقة كبيرة تقع في كندا وإنجلترا وروسيا. أما مواقع متوسطة السعة فتقع في كل من كوريا والهند وأستراليا والبرازيل. طيب دي الأماكن. الكميات، إن تطور إنتاج الطاقة من هذا المصدر قد يعد ضعيفا قياسا إلى مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، هي المصادر الأخرى لطاقة الرياح والشمس، الطاقة الحيوية، الكتلة الحيوية إلى آخره. وبالرغم من ذلك فإن هناك كمية كبيرة من الطاقة الكلية غير مستغلة حاليا، ومع ذلك مش كل ما هو متاح مستغل، من إذ أن هناك ما مقداره 100 تيراوات من هذه الطاقة مبددة في مناطق مبددة كمية 100 تيراوات من هذه الطاقة مبددة في مناطق ضحلة يمكن استغلالها. طيب ده الجزء النظري. نيجي لعمليا فعليا، الناس أو الدول بتطلع طاقة كهربية مقدارها كام؟ من الناحية العملية فإن طاقة المد والجزر الكلية المنصوبة اللي هي بتستعمل حاليا بتستخرج حاليا 190 تيراوات. الشريحة الأخيرة هي عبارة عن بعض الأسئلة اللي بتساعدكم في معرفة أنتوا تحصلتوا على أو فهمتوا جزء قد إيه من الشرائح السابقة. طبعا ده جزء باب أو جزء واحد من المادة بتاعتنا، وإن شاء الله هنتقابل في محاضرات تانية نكمل باقي المقرر بتاعنا، وبالتوفيق إن شاء الله.